معنا من لندن مراسلنا جياب أبو صفية. جياب، حتى الآن في كثير من الحديث عن الخطط الاقتصادية، لكن دائما يعني يبدو في تصعيد على موضوع الصين من قبل المرشحين. هل هذا يجلب الأصوات داخل الحزب بالنسبة لأي منهما؟ هنا يعني يوسف، هو ميزان القوة، هل ليز تراس وزيرة الخارجية الحالية والمرشحة لزعامة حزب المحافظين قادرة على مواجهة القوى الكبرى كروسيا والصين؟ هذه الاتهامات كانت من قبل المرشح المنافس ريشي سوناك وزير الخزانة السابق، والذي اتهمها بالضعف أمام القضايا أو قضايا تهم القضايا الدفاعية البريطانية من ناحية الصين وروسيا. تصريحات ليز تراس هي جاءت في موقف دفاعي بأنها قادرة على تعزيز الشراكات الاقتصادية مع 56 دولة من محبي الديمقراطية كما تصفهم في تصريحاتها، بأنها يمكن أن تعزز وتكون هناك مواجهة اقتصادية بهذا الشأن. أما على الصعيد السياسي فإن ذلك مستمر في تصعيد ربما الدعم الكامل لأوكرانيا في مواجهة روسيا، هذا اتفق عليه المرشحان. كل هذا الجدل يوسف سيستمر حتى يوم الخامس من سبتمبر المقبل، سنستمع إلى تصريحات هنا وهناك، ولكن يأتي ذلك في إطار حشد الأصوات بين أعضاء حزب المحافظين للتصويت لكل من زعيمه المفضل. ولكن هذه كلها من المبكر الآن الحديث عن ربما تفضيلات، ولكن هي نزاعات اللحظات الأخيرة أو الأسابيع الأخيرة قبل يوم إعلان النتائج يوم الخامس من سبتمبر المقبل، من سيكون خليفة بوريس جونسون في زعامة حزب المحافظين وبالتالي رئاسة الوزراء. شكرا جزيلا لمراسلنا في لندن جياب أبو صفية.